من بون الألمانية مع جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. هل ممكن الحديث عن إنشاء خلافة على الإنترنت؟ ما إمكانيات داعش هنا؟ تقارير الاستخبارات المركزية واستخبارات أوروبية أكدت بأن هذا التنظيم ممكن أن يحول أكثر على العالم الافتراضي، أكثر يعني في عقاب خسارته إلى معاقله. التنظيم سبق أن أنشأ ما يسمى فيسبوك الخلافة والسايبر خلافة، لكن هذه المنصات اختفت وفشل في تحقيق ذلك. الآن يراهن التنظيم بالتأكيد على أن يكون له وجود على منصات افتراضية في سبيل تعويض خسارته، ومثل ما جاء في التقرير هنالك 80% من عمليات التجنيد هو تم من خلال يعني الدعاية على الإنترنت. يذكر بأن يعني دول أوروبا والغرب بدأت تعي إلى أهمية مواجهة هذا التنظيم على الإنترنت، لذلك كان هنالك اجتماع قمة الدول السبعة قبل يومين في إيطاليا، دعت الحكومات الأوروبية الدول السبع وكذلك الولايات المتحدة محركات الإنترنت في سبيل حذف المحتوى أو محتوى الجماعات المتطرفة. فإذا أعتقد أنه من الصعوبة الآن لتنظيم داعش أن يعود أو أن يستمر يعني على منصات افتراضية على الإنترنت. طيب، وكما قلنا يعني ويقول الكثيرون والغرب اليوم غير المراقبين بالجماعات المتشددة بأنه نهاية داعش ستكون عند حسم المعركة نهائيا مع ما يحدث في الرقة، ولكن مع هذا هناك خطر كبير ما زلنا نتحدث عنه. ما النقاط التي هي معتبرة اليوم لصف داعش في هكذا خيار اليوم أو هكذا ملجأ ربما موضوع الإنترنت؟ موضوع الإنترنت ربما هو يحاول أن يعوض مثل ما ذكرت أنه خسارته في معاقله، خسارته صحيح، ما حظوظه؟ العوامل التي تساعد أنه هو لديه شبكة تعمل خارج معاقل هذا التنظيم وتدير عمليات الدعاية والتطرف من خارج معاقل التنظيم. إضافة إلى ذلك نجد أن هنالك تعدد بالجنسيات، ربما هذين العاملين يعتبران لصالح أو يدعمان محاولات تنظيم داعش في أن يعود مرة أخرى على العالم الافتراضي. هل ما يزال لديه القدرة على التجنيد والجذب من خلال العالم الافتراضي؟ بالتأكيد انخفضت قدرة تنظيم داعش في استقطاب الشباب، ذلك في أعقاب أنه عودة أعداد من المقاتلين الأجانب، واكتشفوا حقيقة هذه الجماعات المتطرفة، وكشفت أجهزة الاستخبارات والشرطة اعترافات بعض العائدين الذين يشعرون بالندم، وكذلك كشفوا أسرار هذا التنظيم. فأجد أنه هنالك سياسة وبدأت خطط في أوروبا، خاصة المفوضية الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة، في عالم الديجيتال في مواجهة الدعاية المتطرفة. والإحصائيات والبيانات تقول بأن عمليات التجنيد انخفضت من 2000 شخص على سبيل المثال، انخفضت إلى 2 إلى شخصين أو 3 أشخاص ربما في اليوم. فإذا هنالك انخفاض كبير في عمليات التجنيد من قبل تنظيم داعش. شكرا سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات، كنت معنا من بون الألمانية.